السلام عليكم ورحمة الله. معاكم نور هلال من قناة كروشيه نور هلال. هنشتغل مع بعض النهاردة كوفية بغرزة جبال القلب. الغرزة دي أنا اشتغلتها بإبرة رقم 6 واشتغلتها بخيط مدام تريكو. الخيط ده حلو قوي. الخيط ده 300 متر و100 جرام. هو طبعا الخيط رفيع، يعني مش رفيع قوي، بس انا اشتغلت بابره رقم 6 بحيث ان الكوفيه تبقى معايا خفيفه، ما تبقاش تقيله، والغرزه كمان تبان اكتر من ان انا اشتغلها بابره صغيره. الخيط ده الكوفيه دي انا اشتغلتها بشله واحده وعملت معايا مترين. فيكم تغيروا الالوان وفيكم تغيروا الخيط، الالوان الخيط لو تحبوا، او الخيط عامه، ولو عايزين بخيط تاني مش مشكله خالص. الخيط ده بيرمي في الشغل، يعني شله واحده عملت لي كوفيه مقاس مترين، والكوفيه حلوه قوي وشيك، وممكن تدفع هديه، وكمان ممكن تدفع البطانيه، شال، بلوفر، ممكن كوفيه للاطفال، طاقيه، جوانتي. انا اشتغلتها بلون تاني بحيث ان هي تبقى واضحه معايا في الشغل. ابتديت ب19 سلسله، وطبعا بريح ايدي في الشغل. ممكن تشتغلوا بفتلتين او بفتله سميكه، وطبعا تكبروا الابره ل6.5 او 7 بحيث ان الغرزه تبان معاكم اكتر. انا هقيس معاكم السلاسل. انا اشتغلت فوق السلاسل، عديت 3 سلاسل واعتبرتهم عمود، واشتغلت فوق السلاسل عواميد بلفة لحد اخر السطر عواميد بلفة. كده انا هيبقى معايا 17 سلسلة انا بشتغلهم. فوق العواميد اللي انا اشتغلتها هشتغل غرزة حشو. فوق كل عمود انا اشتغلته هشتغل فوقيه غرزة حشو لحد اخر السطر. خليكم معايا. انا خلصت غرز الحشو وطلعت بسلسلتين. هسيب اول غرزة حشو معايا، وهدخل في التانية
من خلف العمود، وهعمل عمود بلفة. في غرزة الحشو اللي هتقابلني هشتغلها عمود بلفة عادي خالص، فوق غرزة الحشو عمود بلفة. هلف الخيط بالشكل ده. العمود اللي جنبه، العمود اللي تحت اللي جنبه انا مش هشتغله، هشتغل في اللي جنبه. يعني انا هشتغل عمود خلفي وعمود بلفة عادي خالص فوق غرزة الحشو، وجنب غرزة الحشو وجنب غرزة العمود بلفة اللي انا اشتغلته عادي خالص هشتغل غرزة عمود لفة خلفية. تابعوا معايا الشغل ونشوف هنعمل ايه فيه. شغلي عبارة عن غرزة الحشو وعمود بلفة. العواميد العمود بلفة اللي انا اشتغلته اللي هو اللي تحت، انا بشتغل في خلف العواميد عمود بلفة، وفوق غرزة الحشو بشتغل فيها عمود بلفة عادي خالص. يبقى انا بشتغل تحت عمود خلفي وفوق الحشو بشتغل عمود بلفة. يا رب اكون عرفت اوضح لكم الطريقة وتكون سهلة لكم. هي سهلة جدا ومبتاخدش وقت خالص، والكوفية بتخلص في اقل وقت، يعني ما بتقعدش ايام عشان تخلص. بس هي عايزة تركيز، وان شاء الله هتطلع معاكم كويسة. بس تابعوا معايا للشغل الاخر، وان شاء الله ان شاء الله هتكون سهلة عليكم. انا بشتغل العمود اللي تحت، انا بشتغل من خلف العمود، يعني انا بشتغل غرزة الحشو اللي انا بشتغل عليها اللي جنبها ما بشتغلهاش، بشتغل من العمود من تحت مش من فوق. السطر ده انا هطلع بعمود بلفة، في الاخر هيبقى عمود بلفة واحد بس فوق غرزة الحشو. كده انا اشتغلت 3 ادوار. راوند رقم 4 هلف الخيط، وهشتغل هغير الشغل بتاعي وهشتغل فوق كل العواميد اللي انا اشتغلتها غرزة حشو لحد اخر السطر. خليكم معايا ونتابع للاخر. طبعا السلسلتين اللي اشتغلتهم انا بشتغل فوقيهم غرزة حشو، هطلع بسلسلتين. كده انا خلصت 4 ادوار، طلعت بسلسلتين وهعتبرهم عمود. العمود اللي هيقابلني هشتغل فوقيه عمود بلفة عادي خالص. اول عمود هيقابلني هشتغل فوقيه. كده انا معايا 2 عمود بلفة، هدخل في العمود ده كده من خلف العمود وهعمل عمود بلفة. هلف الخيط وفوق غرزة الحشو هعمل عمود بلفة. يبقى انا بعمل عمود خلفي وبشتغل فوق غرزة الحشو غرزة عمود بلفة. للعلم غرزة العمود بلفة اللي انا بشتغلها اللي هي خلف العمود
هي بتبقى تحتيها غرزة حشو، أنا مش بشتغلها غرزة الحشو دي، أنا بعديها وبشتغل جنبها غرزة عمود لفة. يبقى أنا بشتغل غرزة الحشو اللي أنا بشتغل غرزة حشو، بنزل تحت وبشتغل عمود بلفة خلفي، وجنب غرزة الحشو عمود بلفة. يبقى غرزة الحشو اللي أنا بشتغلها بشتغل من تحتها عمود، العمود بلفة اللي أنا بشتغله الخلفي بيبقى تحتيه غرزة حشو. أنا مش بشتغله خالص عشان ما تزيدش معاكم السلاسل، العواميد تزيد معاكم ونشتغل صح. العمود بلفة اللي أنا بشتغله مش بشتغل تحتيه أي عواميد، بشتغل جنبه جنب غرزة الحشو عمود بلفة.
العمود بلفة اللي هو بيكون بارز لجوه، هو ده اللي انا بشتغل عليه. غرزة عمود بلفة من خلف العمود، انا بشتغل عليه من خلف العمود. لكن اللي هو بيبقى على بره دوت، العمود اللي هو بيبقى بارز بره ده، انا بشتغل فوقيه عمود بلفة. غرزة سهلة جدا، من اسهل الغرز وحلوة جدا وبتبان بسرعة، بس نشتغل صح ونركز وهتطلع معانا كويسة جدا. لو في اي حاجة ابعتولي كومنت وانا هرد عليكم. انا طبعا اشتغلت جزء صغير من الكوفية، انا كنت شغالة الكوفية بتاعتي اشتغلتها وقلت لكم المقاس بتاعها، هي مترين والعرض 16. طبعا ممكن تكبروا عن كده، ممكن تصغروا عن كده حسب ما تحبوا. اشتغلوا لو عايزين تشتغلوها للأطفال، حلو قوي وخفيفة مش تقيلة للأطفال، وتقيسوا المقاس اللي انتوا عاوزينه. لو حابين تقفلوها اقفلوها، لو حابين تعملوها شراشيب اعملوا للأطفال للكبار لأي مقاس انتوا تحبوه اشتغلوه. انا اشتغلت الكوفية بتاعتي مقاس مترين، انتوا فيكم تطولوا المقاس عن كده، ممكن تعملوها 4 متر، ممكن تعملوها 2 متر ونص، حسب ما انتوا عاوزين اشتغلوا. انا بس عرفتكم الطريقة، الطريقة سهلة جدا. طبعا انا بشتغل بالخيط بتاعي، بشتغل بإبرة رقم 6. وطبعا اديتني الغرزة خفيفة مش تقيلة وشيك جدا في اللبس. انا دلوقتي بشتغل غرزة حشو لان انا هقفلها. طبعا الغرزة الكوفية لما عملت معايا مترين، فانا حابة ان انا اقفلها مش عايزة افتحها. انتوا ممكن تفتحوها وتعملوا شراشيب براحتكم، لكن انا هقفلها بغرزة عادية خالص، بحيث ان هي تديني الكوفية على لفتين، يعني مش لفة واحدة. ده شكلها، شكلها حلو جدا، وطبعا تنفع حريم الجاري زي ما قلنا، لان الغرزة بتاعتها بارزة وشيك جدا وسهلة جدا جدا للمبتدئين. لسه بتبتدي تعمل حاجة سهلة وما بتاخدش خيط كتير، دي اسهل ما يمكن. يا رب يكون الشرح عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير لاصحابكم عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. لو في اي حاجة بعتولي كومنت وانا هرد عليكم فورا. باي باي.